ايش معنى كلمة waited؟ ايش معنى كلمة wait؟ مش ينتظر؟ لا، يعني ينتظر كيف تنكتب؟ إذا waited يعني في أوزان مختلفة، الأشياء لما بجمعهم فيهم أوزان مختلفة، فبعطي كل واحد منهم وزنه بإني أضربه بشيء، فلو عندي weighted geometric series رح يكون شكلها زي بالشكل التالي. إحنا geometric series الأصلية شو كانت؟ كانت عندي a n a r a r squared a r cubed إلى آخره. الweighted geometric series رح أصير أضربها في الرقم اللي مرفوعة له r، فهذه رح تنضرب بزيرو رح تختفي، هاي رح تنضرب في واحد رح تصير a r، هذه رح تصير 2 a r تربيع، 3 a r تكعيب إلى آخره. هذه weighted. weighted يعني أنا أعطيتهم أوزان مختلفة، راح في ناس انضرب بثلاثة، وفي ناس انضرب باثنين، وفي ناس انضرب في واحد، وفي أشياء راح تنضرب بخمسة وستة وسبعة، مش هيك؟ راح يكون عندي A 5 A R to the 5، 6 A R to the 6. هذه اسمها weighted geometric series. weighted geometric series بتختلف عن geometric series الأصلية، واضح كيف بتختلف، مش هيك؟ هلا السؤال اللي بدنا إياه كمان، بدنا نقول إيش السم للweighted series؟ يعني بدي السم السيريز هاي اللي هي i بتساوي 0 لانفينيتي او i a r to the r. الكل فاهم السؤال حتى لو مش عارف الجواب؟ نفس الشيء عندي هون، هلا بدي اطلع السم لهاي من 0 لانفينيتي بهذا الشكل اللي موجود. حتى نعملها نطلع، شوفوا هاي ايش بتشبه اذا بتطلع عليها من هون؟ ايش في نوع من التشابه بينهم، او في شيء هون بحكي لك بشيء مضروبه بنفس الوقت مضروبه. اه شو كيف ممكن تطلع واحده من الثانيه تقريبا؟ فوق تحت ار بلس 1 واحد على ار. لا في شيء ممكن تعمل، في عمليه ممكن تعملها على هاي تبدا تشبهها، تبدا تشبهها ما تكون زيها. اشتقاق اشتقاق احسن لك. نص سلام ذكرني بعد الهاي بقول لك معك فيرست. لو اشتقيت انا هاي، لاحظوا اذا اشتقيت هاي مش بتبدا تشبه هاي، مش زيها بالضبط، تختلف عنها بشيء بس بتشبهها، مش هيك؟ لو اشتقيتها هاي شو بتصير؟ 3 اي ار سكوير، وهاي بتصير 2 اي ار، وهاي بتصير 4 اي ار كيوب. اذا راح اخذ هلا، راح اخذ الصم هذا، هلا هذا الصم اللي هو اس بيساوي اي زائد اي ار زائد اي ار سكوير الى انفينيتي، شو بيساوي؟ اذا كانت طبعا اي ار ايش؟ اقل من حتى تكون هاي صحيحه، بس هاي امتى؟ لما ار اقل من واحد. خلينا اشتق هاي بالنسبة لمين راح اشتقها؟ بالنسبة لآر. اشتقها لهاي بالنسبة لآر. A بالنسبة لآر قديش؟ زيرو. زيرو تمام. وAR؟ A. اثنين AR، ثلاثة AR تربيع، أربعة AR تكعيب. هلا هاي بتساوي DA على واحد ماينس R بالنسبة لآر. كيف بنشتق A ماينس R D؟ دي ار اي على واحد ماينس ار. هاي كيف ممكن اعملها؟ اخذتوه بالكالكولس مش هيك؟ تمام، يعني ممكن مباشره اذا بدك اسهل من هيك تعملها دي ار بتساوي اي واحد ماينس ار ماينس 1 مش هيك؟ وهاي تساوي ناقص اي في واحد ماينس ار تو ذا ماينس 2. بس ما كان ما خلصت، ايش لازم اشتقت؟ اشتقت هذا بالنسبه لار، ايش اشتقت هذا بالنسبه لار؟ ناقص واحد، اذا اشطب لي الماينس اللي موجود هون. اذا هذه بتساوي اي على واحد ماينس ار تربيع. هاي صارت عندي هون جاهزه اللي هي هاي. اذا دي اس على دي ار بتساوي دي اس على دي ار تساوي اي زائد 2 اي ار زائد 3 اي ار تربيع زائد 4 اي ار تكعيب. تحت راح احط اس نفسها، اس شو كانت تساوي؟ اي زائد اي ار زائد اي ار تربيع زائد اي ار تكعيب. شو ممكن الان اعمل؟ احنا هون شو مشكلتنا؟ قديش ايش بتختلف عن الجيومتريك سيريز اللي هناك؟ شو الاختلاف بين هاي وهاي؟ عندنا هاي 2 AR وهذه كانت AR، هذه 3 AR سكوير وهاي AR سكوير، هذه 4 عفوا هذه اللي هون 2 AR سكوير وهاي 3 AR سكوير. رح تلاحظ الفرق بينهم ايش؟ واحد. واحد. اذا اخذت هاي ناقص هاي شو بتعطيني؟
تعطيني ويت الجيومتريك سيريز، تأكد منهم. اطرح هاي ناقص هاي. إذا دي اس على دي ار ماينس اس شو بتساوي؟ A minus A 2AR minus AR AR 3AR square minus 2AR square زائد 3AR كم بصير عندي 3AR cube لكن DS على DR شو بتساوي؟ هيها مش هي حسبناها هون هاي بتساوي A على 1 minus AR square S شو بتساوي؟ A على 1 minus AR وهاي تساوي sum wait مش هذه هي كيف هدول ممكن أبسطهم؟ نوحد المقام مش هي؟ إيش المقام اللي؟ 1 minus R square على 1 minus R square شو بعطيني؟ 1 في A ناقص 1 minus r to the square على 1 minus r بعطيني 1 minus a 1 minus r تساوي sw اذا s sub w شو بتساوي؟ a minus a 0 و minus minus r بصير plus r في a هذول الثنتين بالنسبة لنا إذا هاي السم تبعت الجيومتريك سيريز وهاي السم تبعت ويتد جيومتريك سيريز